السلام عليكم ورحمة الله. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 4 من الامتحان التجريبي الموحد للبكالوريا رقم 1. إذا التمرين رقم 4 هو عبارة عن دالة عددية. الدالة هي اف اكس كتساوي لنا اكس ناقص اكس ln اكس. إذا حاولوا تصوبوا التمرين قبل ما تشوفوا الحل. إذا التمرين هذا الجزء الأول وهذا الجزء الثاني. إذا غنبداو بالسؤال الأول. نعتبر الدالة العددية اف المعرفة بما يلي وس اف منحنى فيما على متعامل ممنظم. السؤال الاول بين ان الداله اف متصله في صفر على اليمين. اذا اللي كينبين ان اف متصله في صفر على اليمين خصني نحسب ليميت ديال اف لي اكس في صفر على اليمين اي في صفر بلس ولقاه كيساوي لنا اف ديال صفر. اذا لدينا ليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس الى صفر بلس. اذا ليميت ديال اكس ناقص اكس ln ديال اكس عندما يؤول اكس الى صفر بلس. اذا عندنا ليميت ديال اكس ln اكس هذه داله هذه نهايه مرجعيه كتؤول للصفر وبطبيعه الحال ليميت ديال اكس كيعطينا صفر. اذا صفر ناقص صفر هو صفر. اذا ليميت ديال اف لي اكس عندما يؤول اكس الى صفر بلس كتساوي لنا صفر. اذا لان ليميت ديال اكس ln اكس زيرو بلس كتساوي لنا صفر. اذا هذه نهايه مرجعيه اي نهايه اساسيه. وبالتالي ليميت ديال اف دو اكس اذا ولدينا حسب المعطيات اف ديال صفر كتساوي لنا صفر. اذا النهايه ديال اف دو اكس في الزيرو بلس كتساوي الصوره ديال اف في الزيرو. وبالتالي اذا اف متصله في صفر على اليمين. ننتقل الان الى السؤال الثاني. السؤال يقول احسب ليميت ديال اف لي اكس بلس انفيني ثم ادرس الفرع اللانهائي. اذا غادي نحسبوا النهايه ديال الداله اف بلس انفيني. اذا ليميت ديال اكس ناقص اكس ln اكس بلس انفيني. اذا كنديروا التعويض المباشر. اذا التعويض المباشر إلا عوضنا هنا عندنا الالين ديال بلس انفيني راه هي بلس انفيني. اذا بلس انفيني بلس انفيني عطينا هذه بلس انفيني و اكس غتمشي لبلس انفيني غتجينا بلس انفيني ناقص بلس انفيني شكل غير محدد. اذا كتجينا بلس انفيني ناقص بلس انفيني هذه ناقص مع الزائد غطينا زائد. اذا بلس انفيني مول انفيني شكل غير محدد. اذا هنا خصني نحيد الشكل غير محدد. اذا كيمكن لينا نعملو باكس. اذا عملنا اكس الحد الاول كانت اكس اذا غتبقى لنا واحد والحد الثاني غيبقى ln اكس بلس لانفيني. اذا ln ديال بلس انفيني راه هي بلس انفيني مع الناقص غطينا موان لانفيني في بلس انفيني هي بلس هي موان لانفيني لان هنا عندنا بلس لانفيني. اذا غتجينا بلس انفيني مضروبة في موان لانفيني. اذا بلس انفيني في موان لانفيني هي موان لانفيني. دراسة الفرع اللانهائي. اذا حسبنا النهاية ديال الدالة في لانفيني اعطتني لانفيني. اذا هنا لدراسة الفرع اللانهائي خصني نحسب ليميت ديال اف دو اكس على اكس في موان لانفيني او في بلس انفيني. اذا هو ليميت اكس ناقص اكس ln x على x في بلس لانفيني. اذا كيمكن لي نفكك. اذا غيعطينا الليميت ديال x على x ناقص x ln x على x. اذا كيكون عندنا a ناقص b على c فهي a على c ناقص b على c. اذا كنفكو التعبير. اذا هادشي كله في بلس لانفيني. اذا ليميت
اكس على اكس هي واحد ناقص اكس مع اكس مشات بقات لنا الالين ديال اكس. اذا الى عوضنا غتجينا الالين ديال اكس الالين ديال بلس انفيني هي بلس انفيني مع الناقص هي موان لانفيني، وبالتالي لقينا الليميت ديال اف لي اكس على اكس هي موان لانفيني. اذا شنو هو التأويل الهندسي؟ اذا التأويل الهندسي سيف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه، اذا ملي كنلقى اف لي اكس على اكس كتعطيني لانفيني، فالسيف يقبل فرعا شلجميا في اتجاه محور الاراتيب، وملي كنلقى الصفر كيكون في اتجاه محور الافاصير بجوار زائد لا نهايه. هاد بجوار زائد لا نهاية يعني عندما يؤول إكس إلى زائد لا نهاية. ننتقل الآن إلى السؤال 3 ألف. السؤال يقول أحسب النهاية ليميت ديال إف لي إكس ناقص إف لي صفر على إكس عندما يؤول إكس إلى صفر، ثم أول النتيجة هندسيا. إذا هاد التعبير هذا فهو يعبر عن الاشتقاق في النقطة أو في العدد إكس صفر في العدد صفر. إذا غادي نحسبوا النهايه غادي نعوض اف لي اكس بالقيمه ديالها اكس ناقص اكس الين اكس اف صفر حسب المطايطه هي صفر على اكس. اذا عندما يؤول اكس الى صفر هنا صفر بلس، اذا تساوي، اذا كنديروا التفكيك، اذا اكس على اكس كما درنا في السؤال السابق غادي تجينا واحد ناقص الين اكس، دائما اكس يؤول الى 0 بلس. اذا الالين ديال 0 بلس راه هو موان لانفيني مع الناقص هي بلس لانفيني. وبالتالي شنو هو التأويل الهندسي؟ اذا هنا اف غير قابله للاشتقاق، اذا اف غير قابله للاشتقاق في صفر على اليمين، وكذلك سي اف يقبل ماذا؟ يقبل نصف مماس في، اذا هذا نصف مماس موجه نحو الاعلى، اذا نصف مماس موجه نحو الاعلى. كيفاش كندير نعرف واش موجه نحو الاعلى او نحو الاسفل؟ منطلقا من النهايه، ملي كيكون عندنا البلوس يعني اكس كتقول الاكس 0 بلوس بشكل عام كيعطينا بلوس انفيني كيكون نحو الاعلى، ولا كان بلوس موا كيكون نحو الاسفل. اذا غير هاد الاشارات هادو، دونك الا كان عندنا نفس الاشاره كيكون نحو الاعلى، ولا كان اشارتان مختلفتان كيكون نحو الاسفل. اذا السيف يقبل نصف مماس موجه نحو الاعلى في النقطه صفر اف ديال الصفر هي صفر. ننتقل الآن إلى السؤال 3 باء. السؤال يقول بين أن f بريم ديال x كتساوي ناقص ln x لكل x ينتمي إلى r بلس إطوال. إذا لكل x كينتمي إلى r بلس إطوال f بريم ديال x، إذا كتساوي لنا x ناقص x ln x بريم. إذا الشقاق ديال اكس ناقص الشقاق ديال الجداء اكس الين اكس، اذا الشقاق ديال اكس راه هو واحد ناقص الشقاق ديال اكس الين اكس. هنا عندنا جداء يعني شكل اف ديال جي، الشقاق ديال الجداء هو الشقاق ديال اف بريم مضروبه في جي زائد جي بريم مضروبه في اف. اذا الشقاق ديال اكس ln x زائد الشقاق او لا x الشقاق ديال ln x، اذا واحد ناقص الشقاق ديال x هو واحد، اذا كيبقى لنا ln x زائد x والشقاق ديال ln x هو واحد على x. اذا واحد كنحيدو الاقواس، اذا كيرجع واحد ناقص ln x
زائد عندنا اكس مضروبة في واحد على اكس، اذا كتعطينا واحد مع الناقص، لان الاقواس مسبوقة بعلامة ناقص، اذا كترجع لنا ناقص واحد، اذا تبقى لنا ناقص ln ديال اكس. اذا هذه هي الدالة المشتقة. السؤال الموالي يقول بين ان الدالة اف تزايدية قطعا على كل من المجال صفر واحد، وتناقصية قطعا على المجال واحد بلس انفين. اذا حسبنا اف بريم، دابا غادي نحددو الرتابة ديالها. اذا على المجال صفر واحد لدينا ماذا؟ لدينا اكس، اذا يمكن لي نبدا من هنا، لدينا اكس اصغر من واحد، يعني اكس كتكون مصغوره محصوره ما بين واحد وصفر، اذا اكس اصغر من واحد تكافئ ماذا؟ الى دخلنا الالين ديال الالين على طرفي ديال المتفاوته، غير رجع الالين ديال اكس صغر من الالين ديال واحد، اذا الالين ديال اكس الالين ديال واحد راه هي صفر. اذا باش نلقى الداله خصني نضرب في ناقص واحد، اذا ملي كنضربو في ناقص واحد طرفي متفاوته كيتغير الترتيب، اذا كيولي ناقص الين اكس اكبر من صفر، اي ان اف بريم ديال اكس اكبر من الصفر. شنو كيعني هذا؟ كيعني بان الداله اف تزايديه قطعا، هنا عفوا هنا غتكون اصغر من او تساوي، لان هنا عندنا المجال صفر واحد، بالتالي هنا غادي نديرو اصغر من او تساوي. اذا هنا واخا كتكون اكبر من او تساوي راه تزايديه قطعا، علاش؟ لان الداله واخا تكون كتنعدم في واحد النقطه راه كنسميها تزايديه قطعا. اذا اف تزايديه قطعا على صفر واحد. بنفس الكيفيه غادي نبين بان اف تناقصية على المجال واحد بلس انفيني، اذا على المجال واحد بلس انفيني، هنا لدينا اكس اكبر او تساوي واحد بنفس الكيفية. اذا غادي ندخلو الالين دالة تزايدية، وبالتالي ممكن ندخل الالين على طرفي متفاوتة، الترتيب ما كيتغيرش، اذا الالين ديال اكس اكبر من الالين ديال واحد، الالين ديال واحد راه هو صفر، اذا الالين ديال اكس اكبر من صفر، كنضرب في ناقص واحد طرفي المتفاوته كيرجع ناقص الالين ديال اكس اصغر من صفر، اي اف بريم ديال اكس اصغر من صفر، اذا اف تناقصيه قطعا على واحد بلس لانفين. السؤال الموالي او الشق الثاني ديال السؤال هو جدول التغيرات. اذا حسبنا اف بريم، حددنا الرتابه ديالها، كيمكن لي الان نلخص هذا الشيء اللي لقيت في جدول التغيرات. اذا جدول التغيرات عندنا اف بريم وعندنا اف، دال اف بريم كتنعدم في الصفر، الى عودنا اف بريم ديال صفر غتجينا هو ناقص الالين ولا كتنعدم في الواحد، اذا لعودنا اكس بواحد غتجي الالين ديال واحد، والالين ديال واحد راه هو صفر. اذا شنو لقينا؟ لقينا بان في واحد بلس انفيني الداله تناقصيه اي سالبه، وهنا زائد، اذا الداله تزايديه تناقصيه. الاف ديال واحد، دونك عندنا اف ديال واحد، اذا اللي حسبنا اف دو واحد وعودنا في الداله شنو غادي نلقى؟ اف دو واحد هي واحد، اذا كنعوض اكس بواحد ناقص واحد الين ديال واحد، اذا الين ديال واحد صفر كيبقى لنا واحد، اذا هنا كندير الواحد. الليميت ديال اف لي اكس في بلس انفيني لقيناها موان لانفيني، وهنا الدالة معرفة في الصفر، أي كندير اف ديال الصفر. بطبيعة الحال هنا الدالة غير قابلة للاشتقاق في الصفر، كندير جوج ديال لي باغ دو باغ، الدالة غير قابلة
الاشتقاق في الصفرين غير معرفة، يعني اف بريم غير معرفة في الصفر، اف بريم ماشي اف. إذن هذا هو جدول التغيرات. الآن سؤال 4، ألف حدد معادلة للمستقيم دي المماس لمنحنى الصفر في النقطة ذات الأفصول أ. إذن معادلة مماس لمنحنى بشكل عام، المعادلة في إكس زيرو كتساوي لنا هي إف بريم ديال إكس زيرو إكس ناقص إكس زيرو زائد إف ديال إكس زيرو. هنا إكس زيرو راه هي أ، إذن المعادلة ديال دي كتكتب على شكل إف بريم ديال أ عامل إكس ناقص أ زائد إف ديال أ. إذن حنا عندنا إف ديال إكس راه هي إكس ناقص إكس ln ديال إكس، إذن كنحسبو إف ديال أ، كنعوض أ ناقص أ ln ديال أ. ln ديال أ هي واحد، إذن كيبقى لنا أ ناقص أ أي صفر. وكذلك كنحسبو عندنا اف بريم ديال اكس كتساوي لنا ناقص الالين ديال اكس، اذا كنحسبو اف بريم ديال اش ديال او هي ناقص الالين ديال او، والالين ديال او هي واحد اذا ناقص واحد. اذا المعادله كترجع على هذا الشكل، هذا ناقص اكس ناقص او واف ديال او راه لقيناها صفر. إذا كنحيد الأقواس غير جعلنا ناقص إكس، والناقص مع الناقص ديال أو كترجع زائد أو. إذا هذه المعادلة ديال المماس في النقطة أو إف لي أو. الآن السؤال الموالي 4 ب، أنشئ المنحنى الصفر والمستقيم دي في معلم متعامد ممنظم. إذا لإنشاء المنحنى فكنحاول، إذا كنشئ واحد المعلم متعامد منظم، عندنا الصفر يقبل نصف مماس موجه نحو الأعلى في صفر صفر، إذا عندنا صفر صفر هو الأصل، إذا نصف مماس كنمثلو بواحد السهم بهذا الشكل هذا. كذلك يقبل مماس أفقي في واحد واحد. علاش مماس أفقي؟ لأنه سبق لنا في الجدول هنا باش لقينا إف بريم، إذا ملي كيكون عندنا إف بريم ديال واحد إكس زيرو بشكل عام كتساوي لنا صفر، فأوتوماتيك ممكن نقول بأن الصفر يقبل مماس أفقي في النقطة إكس زيرو إف لي إكس زيرو. إذا هنا كنستنتج بأن مادام عندنا إف بريم واحد كتساوي صفر، إذا الصفر يقبل مماس أفقي في النقطة واحد واحد. إذا عندنا واحد المماس أفقي. عندنا كذلك إنشاء تي، إذا قبل ما نشأو المنحنى كنشأو المستقيم تي المماس في النقطة أو إف ديال أو. إذا المعادلة ديال تي هي هذه كتساوي لنا إكري كتساوي ناقص إكس زائد أو. لإنشاء معادلة مستقيم كناخد نقطتين، إذا كنعطي الإكس قيمة كنعطيها صفر، كنلقى إكري، إذا صفر إكري كتجي لنا هي أو، إذا النقطة صفر أو. والنقطة الثانية كنعطي الإكس أو، إذا عودنا جينا ناقص أو زائد أو هي صفر، إذا أو غتجي أو وهنا صفر، إذا أو صفر، أو تقريبا كتساوي 2.7، إذا تقريبا غادي تجينا في هذا المكان هذا. إذا النقطة الأولى صفر أو هي هذه، والنقطة الثانية أو صفر هي هذه، إذا غادي يجينا المستقيم تقريبا بهذا الشكل هذا. الان دابا غادي نمثلو السي ديال اف. اذا السي ديال اف عندنا الداله التزايديه من صفر حتى لواحد، اذا الداله التزايديه من صفر حتى لواحد، وعندنا الداله التناقصيه من واحد حتى البلوس انفيني. طيب الحال هذا مماس، يعني المنحنى كيدوز من هذه النقطه هذه. وعندنا السي اف يقبل فرع شجامي في اتجاه محور الاراتيب، اذا فرع شجامي غيكون بهذا الشكل هذا. إذا بشكل عام المنحنى غادي يكون بهاد الشكل هذا. الآن ننتقل إلى السؤال الموالي. السؤال يقول
احسب مساحة الحيز من المستوى المحصور بين منحنى الدالة F والمستقيمات ذوات المعادلات x تساوي 1 و x تساوي E و y تساوي 0. إذن إلى خدينا التمثيل المبياني، فالحيز اللي كنقلبوا له على المساحة محصور بين المستقيم للمعادلة ديالو x كتساوي 1، إذن المستقيم هو هذا x كتساوي 1، والمستقيم للمعادلة ديالو x كتساوي E، إذن E هي هذه، إذن المستقيم هو هذا، والمستقيم للمعادلة ديالو y كتساوي 0 أي محور الأفاصيل، والمنحنى إذن الحيز هو هذا. طبيعة الحال هنا المنحنى في هذا الحيز، المنحنى كاين فوق محور الأفاصيل، وبالتالي F موجبة على هذا الحيز هذا. إذن المساحة كنعبرو عليها بـ A لاغ، إذن كتساوي لنا التكامل من 1 حتى الـ E ديال F دو X DX U A، يعني لونيتي ديال لاغ. إذن غادي نعوضو، إذن عندنا من 1 لـ E x ناقص x ln x dx u. اذا هنا كيمكن لي نعمل بx، اذا كنعملو بx كيبقى لينا 1 ناقص ln ديال x dx u. اذا هنا ممكن نحسبو هاد التكامل باستعمال المكامله بالاجزاء. المكامله بالاجزاء كيكون عندنا واحد التكامل على شكل U بريم في كيساوي لنا U في ناقص التكامل ديال U في بريم. اذا هذا التعبير اللي عندي خصني نحاول نرجعو على شكل U بريم في. اذا نضع U بريم ديال X تساوي اذا هنا تساوي x، اذا كنوضع او بريم تساوي x، و v تساوي 1 ناقص الالين ديال x، اذا في x كنوضعها هي 1 ناقص الالين x، و او بريم هي x. اذا خصني نلقى u، يعني الداله الاصليه ديال x، اذا الداله الاصليه ديال x هي x مربع على 2، وهنا خصني نلقى v بريم اي الداله المشتقه ديال 1 ناقص الين اكس، اذا المشتقه ديال 1 هي 0، المشتقه ديال الين اكس هي 1 على اكس، اذا ناقص 1 على اكس. اذا التكامل يصبح على هذا الشكل، اذا التكامل كيساوي لنا قلنا U في، اذا U هي هذه، V هي هذه، اذا اكس مربع على 2 عامل مضروبة في V أي عامل 1 ناقص ln ديال x من 1 حتى ال E ناقص التكامل ديال اش ديال U V بريم. إذا U V بريم أي ديال x كاري على 2 مضروبة في ناقص x أو مضروبة في 1 على x. إذا هنا كنختزلو بعدد x، تيبقى لنا ناقص x على 2، اذا ناقص x على 2، ومادام عندنا ناقص ناقص اذا كنخرجوها كترجع زائد، وهنا كيبقى لي x على 2 من 1 ل e dx u. اذا دابا غادي نبسطو هاد التعبير هذا، عندنا a تساوي اذا كنعوضو ب e، اذا هي e كاري على 2 واحد ناقص الالين ديال او ناقص واحد مربع على 2، اذا عامل واحد ناقص الالين ديال او اولا ديال واحد. هنا غنختصر شي شويه هاد الكتابه، عندنا الالين ديال او هي واحد، اذا غتجي لنا واحد ناقص واحد صفر، اذا هذه بلا ما نكتبها، اذا شنو غادي يبقى لنا؟ غيبقى لنا ناقص واحد على 2
احنا عندنا واحد ناقص الالين ديال واحد، الالين ديال واحد هي صفر، اذا غيبقى لنا ناقص واحد على جوج في هذا التعبير هذا، اذا زائد التكامل ديال من واحد الاو ديال اكس على جوج دي اكس. اذا الداله الاصليه ديال اكس هي اكس مربع على جوج، اذا اكس مربع على جوج جوج اللي هي 4 من واحد الاو اي ا. اذا عندنا ناقص واحد على جوج زائد، اذا كنعوضوا عندنا او مربع على 4 ناقص واحد على 4 ديال ا. اذا عندنا ناقص واحد على جوج ناقص واحد على 4 كنوحدوا المقامات، اذا المقام واحد هو 4، هنا غيكون عندنا ناقص جوج على 4 اي ناقص 3 على 4 زائد او كاري على 4 او ا. اذا هذا هو التكامل. هاد او ا خصني نحسبها، او ا شنو كتعني؟ يعني اليونيتي ار او وحده المساحه، فكتساوي لنا المنظم ديال اي مضروبه في المنظم ديال جي. في التمرين ما عطينيش المنظم، حنا خدينا معلم متعامل منظم وخدينا هنا واحد سنتيمتر وهنا كذلك واحد سنتيمتر، اذا ف او ا غتكون هي واحد مضروبه في واحد سنتيمتر كاري اي واحد سنتيمتر كاري. اذا ا كتساوي لنا ناقص 3 على 4 زائد او كاري على 4 سنتيمتر مربع. الان وصلنا للجزء الثالث، نعتبر جي قصور الداله اف على المجال واحد زائد لا نهايه. سؤال واحد، بين ان جي تقبل داله عكسيه معرفه على مجال جي يجب تحديده. اذا جي قصور الداله اف على المجال واحد زائد لا نهايه، يعني ان جي كتساوي جي اكس كتساوي اف دو اكس في المجال واحد زائد لا نهايه، يعني مجموعه التعريف ديال جي هي واحد زائد لا نهايه. اذا كنقتصروا غير على هذا الجزء هذا ديال الداله. السؤال يقول بين ان جي تقبل داله عكسيه. اذا جي تقبل داله عكسيه او جي تقابل، اذا خصك توفر فيها جوج ديال الشروط، ستكون متصله ورتيبه قطعا على المجال واحد زائد لا نهايه. اذا حسب المعطيات لدينا حسب السؤال 3 جيم، جي دالة متصلة وتناقصية، إذا في هذا المجال هذا جي تناقصية وتناقصية قطعا على المجال واحد زائد لا نهاية. شنو كيعني هذا؟ كيعني بأن جي تقابل، إذا جي تقابل من المجال واحد زائد لا نهاية نحو صورة هذا المجال، نحو اف ديال واحد زائد لا نهاية، وهذا هو المجال جي اللي كاين في السؤال. لأن قالوا لنا بين أن جي تقبل دالة عكسية معرفة على مجال جي، إذا جي هو مجموعة التعريف ديال التقابل ديال جي أو ديال جي موان زان. إذا جي كتساوي لنا اف ديال واحد زائد لا نهاية، كيمكن لي إذا الدالة التناقصية، إذا الصورة ديال جي ملي كتكون عندنا الدالة التناقصية كنقلب لي بوغن، إذا هنا الليميت ديال جي، إذا هادي جي الليميت ديال جي دي إكس بلوس لانفيني، وهنا الصورة ديال واحد أي جي ديال واحد. إذن حسب المعطيات فديجا حنا حسبنا النهاية ديال جي بلوس انفيني وحسبنا جي ديال واحد. إذن الليميت ديال جي بلوس انفيني هي موال انفيني وجي ديال واحد كتساوي لنا واحد، إذن هذا هو المجال جي. السؤال الثاني من الجزء الثالث، انشئ المنحنى جي موان زان في معلم متعامد ممنظم.
إذا حنا كنعرفو بأن جي موان زان هو مماثل، مماثل ماذا؟ مماثل المنحنى سي جي بالنسبة للمستقيم إيكغيك كتساوي لنا إكس، أي للمنصف الأول، يعني لهذا المستقيم هذا. جي موان زا هو مماثل سي جي. إذا سي جي شنو هو؟ هو هذا الجزء ديال، هو هذا الجزء هذا ديال ديال سي اف، اللي حنا كناخدو غير المجال واحد زائد لا نهاية. إذا هو هذا الجزء، هذا الجزء هذا. إذا سي جي موان زا هو مماثل سي جي بالنسبة للمستقيم يكري كتساوي لنا إكس، وبالتالي المنحنى غادي يكون بهذا الشكل هذا. إذا كيتقاطعو في هذه النقطة، المنحنى غيكون عنده مماثل، لكن هذا كيمر كيقطع محور الأفاصيل، فالمنحنى سي جي موان زان كيقطع محور الأراتيب. إذا بهذا الشكل هذا عندنا المنحنى سي جي يقبل فرع شجر الجامي في اتجاه محور الأراتيب. إذا سي جي موان زان يقبل فرع شجر الجامي في اتجاه محور الأفاصيل. إذا بهذا الشكل هذا، إذا هذا هو سي جي موان زان.